Okay, let's go. هاي داري في هون ألعاب هون مناجين وبريك شاي وعطر وخزان صغيرة وصحن وكشاف ضو ومشط وسلة وحصان وكرت عندك المصطفى عندك كثير أشياء دور داري دور بيت الصغير كوكو جنة عندي لعبة وعندي وهذا بيتي عندي لعبة وعندي هذا كيس وعندي هاي شو هذاك مفتاح السيارة عندي كمان هاي عندي هاي وعندي هاي وعندي هاي وعندي سلة وعندي مشوط وعندي مخدتين حطيتهم هون تفاحة وسلة وكعسة ومغطر عندنا هون أحلام عندنا هذول وعندنا ثلاث مخدات وهسا اكتبوا لنا بالتعليقات مين أحلى بيت أكيد بيتي لأنه أكثر أكيد بيتي أكيد بيتي لأنه ملون أنا بيت النور أكثر منك أنا عندي سيارة أنا أكثر منكم كلكم سيارة بابية أنا أكثر منكم كلكم عندي سهلة كل شيء لما أزهر بلعب أنا كل واحد على بيته يلا أوريكم حنتي شو رأيكم فيها وهاي الحنة تبعتي اكتبوا لنا بالتعليقات أنو الرسمة حبيتوا فيها هسا روحوا على بيت زينة أهلا وسهلا بكم البيت الصغير وهاي لعبتي فلولة انتي من أنا وعمري سألنا كثير بحبها بنيمها كل يوم جنبي فأول إشي لحفجيك وحنتي العب المطبخ حط راي وروح على بيت مصطفى خليني اكل اكلاتي اهلا واهلا وسهلا ببيتي هذا الحصان ابوي جاب لي اياه عيد ميلادي وهذا اللي بريق جابه ابوي هذا اللي بريق عندنا من 10 سنين جابه ابوي من العقبه في إلي عندكم مفاجأة خوالي عطوني إياه وهم صغار كانوا قصدي وهم صغار راح أفرجيكم إياها اللي هو هذا القرد هذا كان لخوالي وهم صغار وعطوني إياه وأنا صغير اسمه قردون وعايش بعين واحدة كان له عين ثاني قلعته
أول واحد كعب الغزل، واللي بفوز له جائزة. 1 2 3 go. بسم الله الرحمن الرحيم. خلص. أنا اللي فزت، وزينة الثانية غرام غصت بالحبة ما قدرت تكمل، ما قدرت. هسا صار وقت النوم، تصبح على خير. هالصراحة نام نعسان كثير. تصبح على خير. هسا أنا رح أنام. هوا بونغو، هوا بونغو. يلا راح صحيني هسه. والله سهل يا عم، خليني احكي لزينة شو اكل روحي بغرام. زينة زينة شو بدك؟ شو اكل روحي نزور غرام نلعب معاها؟ بس من وين بدنا نجيب العاب؟ هذي بنجيب العابنا. بس غرام ما عندها العاب. انا حكيت لك نجيب العابنا. طيب يلا. قبل ما نطلع قلنا لها لا على هاي مصطفى، شوف اللي هي بالدار. فكرة حلوة يا زينة، يلا خلينا أرن عليها. ألو، تليفوني بعيد. ألو، هاي غرام كيفك؟ أهلين يا مصطفى. أهلا وسهلا. مين؟ إيه لا تأخذني صح من النوم. الحمد لله الحمد لله كويسة. كيفك أنت؟ شكلك حاسة إنه إحنا جايين عليك. إحنا أنا وزينة جايين عليك، هين على الطريق. أهلا وسهلا. سلام. جايين علي والدار مخربة، أحسن إشي أرتب بسرعة. يلا رح زبط بسرعة 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 قبل ما يجي علي. يثبت انت الثاني ناقصك انا. سبتوك الكتكة ترى. شو رايك تجيب لها هدية معنا؟ افطر الحرام. ايه والله يا مصطفى فكرة حلوة، يلا نروح. وهي جبت الهدية. يلا هاي اللي بس زبط الإحرام وزبط المخدة. هلا ليش ما أعمل له حركة سحرية؟ أبراكادابرا. الحمد لله إني خلصت، وهسا رح يجوني الضيوف وأنا مرتاحة. حسن تسرعها. أنا يا زينة وصلنا على بيت غرام. أجو خليني أفتح لهم الباب. سهلة. مرحبا كيفك؟ الحمد لله. فوت تفضلوا. تفضلوا. ليش مغلبين حالكم لهالقد؟
أنا وزينب جبنا ألعاب لأنه بنعرف إنه ما عندك ألعاب عشان نلعب مع بعض. يلا اشغل بين حالكم. أنا جبت لك هدية بينها وبين مصطفى. شكرا. راح أفتح الهدية. واو شكرا. وبس هيك كان الفيديو. إذا عجبكم لا تنسوا اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناة. وتظلوا بألف خير. باي. يلا ناوي داونا نيفا. وينكي.